طيور الظلام وجماله. لا ما طيور الظلام، لا المنسي الاول. المنسي صح، المنسي، المنسي بعده على طول. المنسي. وانا ليه بقولت ما قلت الجرحي، قلت ده اسمه في المنسي. لا 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 لا، المنسي لا اسمه المنسي طول عمره. الجرح احنا عملنا قرعه على الارهاب والكباب على الاسامي، نقول اسم كده ولا كده، فناس كتيره قوي قوي كتبت واخترنا الارهاب. ايوه جت بعد ما اطلق النداء بتاع الارهاب، الارهاب مش عارف ايه، يعني خلي عيشتكم هباب. الكباب، الكباب يعني خلي عيشتكم هباب. بعد ما النداء ده اتعمل قلنا خلص الفيلم، قلت بقى جبتوها صح. وحتى في ناس قالت انه ده اسم هزلي جنب قيمه الفيلم، بس استاذ وحيد ركبوا دماغه بقى هو عصام، قال له لا هو ده اللي هيمشي الارهاب ده. والمنسي، المنسي بقى المنسي برضو، المنسي ده حاله خاصه برضو جدا، من مع انه مجموعه نفس المجموعه. خدي بالك ان المنسي اسم على مسمى. الناس دي او الناس اللي بتشتغل الشغلانه دي منسيين من حياتنا، وحلمهم للحياه الخارجيه مختلف غير ده بيروح الصبح شقيان، بيقعد هناك ينقل القطر مش عارفه، يعني فاهمه حدوته تانية خالص. وفي ديالوج جميل، وكان استاذ كرم مطوع معانا. انا ما انساش كان في حته، كان في ولد ضخم جدا شايلني. ايوه لسه عايزه اقول لك عليه، اللي كان في الحفله، اللي كان في الحفله كان شايلني ووقع بيا حته وقعه سعاد في الطين. ما اقولكيش، وطبعا جريز الضحك ماسكاني. يعني مش زعلانه ان وقع، بس خلاص باظ اليوم. لا يعني انا متشاله في الدور الثاني، يعني هو ضخم جدا فشايلني انا في الدور الثاني، فجاه لقيت روحي تحت الارض هو بيا كله. الحمد لله على السلامة. نسيت. ده اتصور فين الفيلا دي؟ دي فيلا ماريوتاي. ماريوتاي. وكان في واحد معانا خاف يقول لنا انه ما بيعرفش يسوق من الناس. خاف يقول لنا عشان مش هيصور، فما قالناش. ففي ترعة واحنا خارجين بقى مطاردات بقى حاجات مش عارفه ايه ايه ايه، وفجاه سمعنا العربيه بتضرب في السلك اللي على الترعه كانه رصاص. اتاري مش عارف ولا يفرمل ولا ايه يا عم في ايه، انت اتزحلقت انت؟ قال انا ما بعرفش اسوق، بس انا خفت اقول لكم ما بعرفش اسوق. يعني تموت. يعني تموت. لكن حالتك في طيور الظلام بحبه قوي ده. برضو يعني طيور الظلام ده انجلش. ايه انجلش كل كلماتك انت عملتي في الرصيد السينما بالذات جمل يا اختي كده ينفع وكده ينفع. طبعا طبعا بقت يعني مع جميل راتب حبيبي لغه قلبي. يوميه عند ناس كتير جدا. ايوه فهنا كده ينفع وكده ينفع، ده عادي كل الناس تقول. واشتغل يا حبيبي اشتغل برضه من اشتغل يا حبيبي اشتغل، وانا خارج قبلك حاجات كتير. الفيلم ده انا بالنسبه لي من اعظم من الافلام. اروع. انت بتعرفي تقري مش كده؟ امال ايه يا استاذ، انا دبلوم تجاره. دبلوم تجاره؟ طب ما توظفتيش ليه بدل ما انت ماشيه في السكه البطاله؟ وهتوظف فين يا حسره؟ هي الحكومه عندها وظايف. القطاع الخاص، محل، شركة، مصنع. وهشتغل بكام يا حسرة؟ 60 جنيه؟ وصاحب الشغل يقطع قلبك شغل وبرضه ياخد اللي هو عايزه. طب ما اشتغل حرة أحسن. فتحي نوفل وعلي الزناتي وشين لعملة واحدة، عملة رديئة. ده حقيقي بس موجود ومنتشر في كل زمان ومكان. الكورة اللي بين الاتنين هي مصالحنا، همومنا، ألمنا قبل أحلامنا. الكورة اللي لعبوا بيها علشان كل واحد فيهم يحقق مكسب أو يوصل لمنصب. طيور الظلام مش هيخلصوا إلا لما نور العلم يحكم ومصلحة الشعب
تبقى هي العليا بجد. اهو ده اللي كان افونجارد باصص افونجارد وعندك فيجن بعيد في التسعينات ورد يعني لما حصلت المشاكل بتاعه انه في لحظه ما كان في اتنين رؤساء جمهوريه سابقين في السجن وفي الزنزانه، هي دي اللحظه اللي كانت فينال الفيلم. مش بس كده، وان في فتره هم اللي كانوا يعني الخناقه اللي بينهم الخناقه اللي بينهم سيناريو حصل في حياتنا. بالظبط 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 افتكرت. هو علوم استاذ وحيد حامد، لو الناس بصت في افلامه كويس هتلاقي في كل فيلم هناك رساله مستقبليه مهمه. ياخدوا بالهم ياخدوا بالهم مهمه. وهنا قيمه انك انت يبقى عندك في الصناعه بتاعتك مفكرين من هذا النوع، ما تعاملهمش على انه مثلا يجي لك فيلم فيه شويه جرأة فتنزله المستوى انه يقعد مع موظفين في رقابه مثلا عشان يناقشوا توجه حكومي عندهم، بينما الراجل بعيد في فيجن في فيجن في رؤيه مستقبليه وعينيه شايفه مستقبل وكده يعني. انت في كده في الدنيا؟ لا يا رب. معقول انت خايف يا فتحي؟ انا ما بخافش يا علي، بس انا خارج يا فتحي. وانا خارج قبلين. يسرى ممثلة محترفة، وده ناس كتير قوي تقول لك لا ده الفنان لازم يبقى هاوي، لا الكلام ده كلام بالنسبة لي انا كلام بعتبره كلام فارغ. يعني الاحتراف هو انك ازاي تجود في شغلك، ازاي انك تمتهن الشيء اللي انت بتحبه عشان تعرفي او تعرف تجود فيه. يسرى يعني ملتزمة جدا في موعدها، ما بتتحججش ابدا ان هي ما بتجيش في الميعاد، جاهزة دايما، حافظة دايما، مستعدة لأن هي تعمل حاجة مهمة قوي، أنه تغير في طريقة أدائها حسب اللي المخرج شايفه واللي بنتفق عليه سوا مع بعض قبل الدور. يعني أنا أذكر أني أول حاجة عملناها مع بعض كانت الإرهاب والكباب، وده كان دور صعب، يبدو سهل لكنه مش سهل، لأنه إزاي نخرج شخصية فتاة الليل من الشخصية التقليدية. وده الحقيقة الحمد لله قدرنا نشتغل عليه سوا وقدرنا ننجح قوي فيه. تاني دور كان شخصية مختلفة خالص في المنسي، هي الفتاة الأرستقراطية الجميلة الرومانتيكية. يعني يسرى تقدر تغير ده، يسرى تقدر تديلك الشخصيتين اللي هما مختلفين جدا. وعند رجعنا عملنا فتاة ليل تانية في طيور الظلام وكانت برضو مختلفة خالص يعني، ومرت حتى في الفيلم بتطورات لحد ما بقت سيدة أعمال. إزاي تقدر هي يعني من القليلين جدا اللي يقدروا يغيروا كده في طريقة أدائهم. يسرى شخصيات مختلفة، وهي مثلت في حياتها أدوار بفاريشن كتير جدا، فهي لأ يسرى عندها المساحة وعندها القدرة إن هي تغير في نفسها. وده بقولك ليه، لأنه هي شخصيا عايزة تنجح، شخصيا عايزة تثبت نفسها دايما. مفيش حاجة اسمها إنه أنا نجحت خلاص، ده مهم جدا في شخصية أي حد عايز يستمر، إنه عدم الاستسلام لمظاهر النجومية، وده مهم قوي في شخصية يوسف، إن هي مش مستسلمة لشخصية الستار والمظاهر الفالسو اللي حوالين الحاجات دي، لا هي وده مش بقوله إني بجاملها،
لا بالعكس، هي شخصية ملتزمة، شخصية من زمان، وهي مسؤولة عن كل عيلة كبيرة. هي تركيبة نفسية وشخصية أنا الحقيقة بحبها جدا وبحب أشتغل معها على طول. One. Hello. Listen, please. Believe. I'm Mr. Laker. Laker. ازيك يا سميرة؟ I'm English. English. في بقى تجربة تانية مهمة جدا برضو، اللي هي ضحك ولعب وجد وحب. ده لقاء بينك وبين عمرو دياب وعمر الشريف. ده كان إنتاجي. إنتاجك أنت وطارق التلمساني. طارق التلمساني حبيبي. أيوة. إيه بقى أنا وطارق وكان في واحد تاني حط فلوس معانا ملوش دعوة خالص بالفن. كان صديقنا يعني. وقال أنا هخش معاكم، ما كناش عارفين. بس الفيلم ده أياميها اتكلف، ده كان رقم ما كانش بيتسمع. مليون. ما كانش بيتسمع. كان مكلف مليون جنيه. يا ساتر. ده كان كتير قوي. لو النب. أم والله العظيم. وبعدين جاب. سنة كام ده؟ دخل. 93. 93. جاب دخل أياميها 1,800,000، 2,000,000، وده كان رقم ما حصلش. مهول. يعني احنا كنا نسمع الافات، انما مليونات دي ما تجيش. والله عندك حق. فبعدين فاكره انا عمر حبيبي قال لي انا هشتغل معاكي طبعا من غير مناقشه. من غير فلوس؟ يعني اخد حاجه رمزيه. اصل انت كنت صراحة. يعني ما فيش مخلوق مش مجاملاه. اخد شيء رمزي كومبيرد لعمر الشريف كعمر طبعًا. الشريف اخد حاجه رمزيه. انا فاكره قال لي انا مش هاخد قد عادل، انا هاخد قد احمد. شوفي جمال احمد مين؟ احمد زكي. انا مش هاخد رقم عادل. انا هاخد رقم احمد. وده بعمله عشانك. فقلت له انت تؤمر، انت بس تؤمر، انت وجودك كفايه. انت ابو ادهم عندك التاريخ ده كله، خليكي في حالك، مالكيش دعوه باولاد الناس. تعمل فيا ده كله عشان اسيب ابنك دلوقتي؟ بس اللي اخدت بالك منه طول عمره بيتحدف من مو مثل التانية، بس عمره ما فكر يتجوز واحدة منهم. من أحلى أفلامي أنا وعمرو دياب. أيوة. عمرو كان وقتها مطقطق جدا. عمرو التفاعل جدا كان عز. ظاهرة يعني رهيب. وعايزة أقول لك إن هو الـ 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 الفيلم ده عمل له حالة. وكانت حالة جميلة عمرو فيها. يعني عمرو طول عمري بقول كان نفسي الشغل الفني السينمائي بتاعه يعني المتصور يبقى طبعا أحلى. كان نفسي يبقى طول الوقت كده. انا عارفه انه طبعا هو نمبر 1 في كليباته وفي كل حاجه وفي اغانيه، لكن انا بتكلم انه يبقى عنده رصيد سينما. رصيد سينما مهم. مستخسره. لانه اعتقد انه هيبتدي يعوض بقى، هيشتغل. لانه هو حاله خاصه جدا طبعا. بس ازاي برضه عملوش يعني اللي ما يناسب نجوميته دي والظاهره اللي هو فيها دي؟ او هي مش ظاهره يعني، هي حاجه. هو حاله. حاله خاصه جدا جدا جدا. يعني عمرو از فينومينا في حتته. طبعا طبعا. انت عايشه هنا لوحدك؟ ايوه. ولله دي مفيش اي اسئله تاني، فاهم؟ وانا قلت مش عايز زفت يا ابني. لازم نطهر. اسمه ايه ده؟ ده لعبة يا عيال، كلام فاضي. يا واد انت يا جامد قوي. قرايه يا أبلة، احنا هنهزر. ماشي يا سيد الناس. ايه رأيك تخش تاخد دوش؟ أظن دي بقى ما فيهاش حاجة. كده أهلا بيكي في وطنك. أهلا بيك. بس ما تنساش إنك أنت اللي ابتديت الغتات.